كمهتم بأخبار التطبيقات، وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب، التطبيق ده حقيقي ولا فيك، تحمله ولا متحملوش، اشترك في قناتي وانا هقولك كل ده. تطبيق ماني بوكس، تطبيق للقروض الشخصية من الموبايل، بيديك لحد 80,000 جنيه. كل المطلوب منك ان انت لو عايز تقدم على قرض تحمل التطبيق وتعمل تسجيل حساب عن طريق اضافة صورة شخصية، صورة سيلفي، صورة البطاقة، وش وظهر، وبعد كده تبقى انت منحت التطبيق حق الوصول للصور والفيديوهات. بعد كده بيطلب منك جهات الاتصال بتاعتك وبيديك قرض لحد 85,000 جنيه. بعد ما بيديك القرض، او بعد ما بتطلب القرض لانه مش بيديك القرض يعني، فبيقول لك قيمني عشان تقدر تاخد موافقة سريعة على القرض يعني. فحضرتك بتقيم القرض او بتقيم التطبيق ب5 نجوم، وده السبب ان تقييمات التطبيق عالية جدا. لكن التطبيقات كلها بلا استثناء بتاعت القروض الشخصية، ومش عارف الناس لسه ليه ما حفظتش ولسه ليه ما بطلتش ان هي تحمل تطبيقات القروض الشخصية، رغم ان هي بتسرق بياناتهم وبتهددهم بالصور والفيديوهات لو ما دفعوش، ده في حالة ان هم يدوك كارد اساسا. ومفيش طبعا لا كارد لا ب 85,000 ولا ب 25,000 ولا ب 5,000 حتى. ممكن تاخده من تطبيق حجمه 10 ميجا، كل الضمانات بتاعته وشوية صور وفيديوهات من موبايلك. أغلب الوقت بياخدها منك عشان يبيعها، لأنها ما تسواش أكتر من 200 300 جنيه، ده لو هو باعها يعني. فنصيحة مني ما تحملوش التطبيق، لأن هو كل التقييمات اللي هو واخدها ديت يا إما حد في انتظار التحويل زي ما انتوا شايفين، يا إما تقييمات بيتم شرائها. هتلاقي ايه ام اس واي مش عارف ايه ايه ام، وكلها هتلاقي تقييمات عالية جدا. فتفهم ان كل دي حاجات بيشتروها. ممكن تعرف التطبيق وعرفته من خلالي، شير ولايك وسبسكرايب. حذر غيرك من تطبيق ماني بوكس.